التنتوني ده ساندويتش شعبي جدا موجود هنا في تركيا، تقريبا ما فيش حي او ميدان او اي اماكن فيها اسواق ما فيش الحد اللي بيعمل التنتوني ده. التنتوني ده عباره عن لحمه متقطعه بطريقه معينه، بتتشوح على النار لحد ما تصفي الميه اللي فيها، بيتحط عليها شويه البهارات، وبعد كده بيتحط عليها خليط كده بيتعمل ما بين البصل والبقدونس والطماطم، وبيتلف بالساندوتش اللف اللي احنا بنقول عليه لف ده، ويتقدم بالوضع ده. ده يعني من الساندوتشات الشعبيه قوي والمطلوبه جدا في الشوارع التركيه. التنتوني مكوناته بسيطه جدا، نقدر كلنا نعملها. انا كل اللي عندي انا جايب لحمه مفرومه هتكلم فيها برضو عشان يبقى انا بنقل صح. معايا بقدونس وبصل طماطم ملح وفلفل وشويه بابريكا، وممكن نحط اللي هو السماق، يعني ممكن نحط معاهم سماق. الوصفه الاصليه، قبل ما اقول على الوصفه الاصليه تعالوا نشوف كده مع بعض المقادير على الشاشه. لحم وبصل هو ده فعلا شكل السندوتش فعلا. ايه ده شكل السندوتش فعلا اللي هو كان جاي صوره الملفوف ده. وملح وفلفل وبابريكا، بقدونس طماطم، يعني حاجات كلها متوفره يعني. مش انما انا عايز اقول ان في الوصفه الاصليه ما بنجيبش لحمه مفرومه، يعني احنا جايبين دلوقتي لحمه مفرومه. وانا قلت استرخص بحيث ان هي تبقى متناسبه شويه مع اللي بيبقى دخولهم يعني متوسط او اقل متوسط، فانا قلت هستخدم النهارده اللحمه المفرومه. هو الاصل بتاعها ان احنا بنجيب لحمه بدون دهن خالص، تكون متشافيه من الدهن خالص، ونبدا نقطعها. لو تفتكروا معانا واحنا بنقول تقطيعه الكبده الاسكندراني، ان احنا بنقطعها شرايح وبعد كده بنقطعها زي الشعريه. تقطيعه الشعريه دي بتبقى عندي شرايح طويله بالسمك رفيع وشرايح طويله. ده الاصل في الوصفه، انما احنا غيرنا فيها شويه عشان تبقى تتناسب مع التكلفه، تبقى يعني قليله عن ما نكون بنجيب لحمه تكون غاليه شويه. الطريقه بتاعتها، انا بيكون معايا حله على النار او طاسه مفترض هتسخن معايا، فانا هشرح دلوقتي وبعدين نبقى نرجع لبعض تاني. احنا بنروح منزلين اللحمه بتاعتنا، احنا هنقول ان احنا اشتغلنا بمفروم، والمفترض المفروم كمان لو احنا اشتغلنا بيه ما يكونش فيه دهون، فاحنا هنسيب اللحمه بتاعتنا لحد ما تصفي الدهون بتاعتها، وعايزين نصفيها. لما تستوي احنا بنحط عليها ملح فلفل وبابريكا، ده البهارات الاساسيه في التنتوني. بعد ما بتستوي وحطينا البهارات بتاعتنا، بنجيب بقى الطماطم، البصل بنقطعه شرايح، والبقدونس بنقطعه معاه، ونخلطهم مع بعض بشويه ملح وفلفل والسماق، بيبقى كده جاهز عندنا. الطماطم برضو بنقطعها شرايح. بنجيب بقى العيش اللي هو بيبقى المفترض ان هو مخصص للساندوتش ده، بس احنا ممكن نستخدم العيش اللبناني او السوري زي ما انتم بتسموه يعني. يبقى احنا قطعنا السلطه بتاعتنا او الشرايح اللي احنا قلنا عليها، بنجيب العيش بتاعنا بنغطسه معانا في الصوص او الصلصه الخفيفه اللي بتبقى ظهرت معانا على اللحمه، وبعد كده بنجيب جزء من اللحمه نحطه في الساندوتش بتاعنا، بعدين نحط عليه خليط البصل مع البقدونس، ونحط شرائح الطماطم بنلفها، وبيتقدم بالشكل ده. واحنا شغالين هنرجع طبعا لبعض. دلوقتي هرجع لمحمد في الاستوديو نكمل بقيه القرار. تسلم ايدك يا شيف محمود. الساندوتش انا جربته قبل كده، بس الصراحه مش كل الناس بتعمله حلو. اللي نفسي اجربه بقى وهتتصدم، وهدير لو موجوده هتتصدم اكتر. هتتصدم. كوكوريتش. ها الكوكوريتش هو مش عايز هو يعني مش كل حد يقدر يعمله صح. نشرح للناس الاول ايه هو كوكوريتش. كوكوريتش طيب، الكوكوريتش ده عباره عن المصارين بتاعه الغنم او الخروف، الضاني زي ما احنا بنقول عليها في مصر الضاني، واللي هو الرفيع بياخدوه بيغسلوه كويس جدا، وبعد كده بيجيبوا حاجات فيها دهون ويلفوها، المفترض بتكون اللي هي يعني ويلفوها، المصران ده يتلف على الدهنه ديت، وبعد كده بيتحط تحت منه فحم او بيولعوا حطب او حاجه زي كده، ويفضل يلف لحد ما يستوي، بعد كده بياخدوه بيقطعوه بالسكينه على البلانشه بتاعتهم، ويتحط معاه بصل وطماطم وحاجات زي كده. دي من الاصناف برضو اللي تعتبر شعبيه، بس ليها سعر يعني، الاكله دي غاليه شويه هنا. الساندوتش بتاعها تقريبا نص رغيف وصل ل 23
ليرة النص رغيف اللي هو الإيكميك بتاعهم أو الفينو الكبير شوية ده. النص رغيف ده وصل ل 23 ليرة. بس في الآخر هي أكلة تعتبر محبوبة هنا وشعبية وعليها إقبال جامد جدا. أنا نفسي أجربها بقى الأكلة دي، بقى لي كام سنة أهو في تركيا، 6 سنين. ما بقول لك للأسف مش أي محل تخشه لأن مش كله بينجح فيها. صح. لأن أنت عارف حتى المحلات الفاشلة دي الناس بتخش تاكل منها. بس الطبيعة بتاعتها لازم أن يكون في يعني شيف كويس يقدر يخرجها من الماضي بتاعها. الماضي بتاعها اللي هو هدير ما يسموش. هدير استحالة طبعا. طيب في مرة كده لو لقيت مطعم كويس نروح أنا وأنت نجربها سوا. إحنا ممكن نعملها لك اللي هو بيعملها. خلاص كده يا محمد. المنظر زي ما إحنا شايفين كده. هي اللحمة نزلت المية اللي فيها ونشفت خلاص. هنديها بقى البهار اللي احنا قلنا عليه، يعني شوية ملح كده، معلقة صغيرة من الملح، انت كده ما حطتش لا شوربة لا 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 خالص ولا اي حاجة؟ لا خالص خالص. وادي نص معلقة من الفلفل الاسود، وادي معلقة من البابريكا. اللي عايز يديها حار ممكن يديها شوية شط. لا ما بنحبش الحار. مش هنعمل، لا خلاص. قلبنا كله مع بعضه. أنت عارف إن هما بيحطوا عليها جبنة برضو في الآخر أحيانا؟ حطوا إيه؟ جبنة. جبنة. جبنة؟ لا لا أنت أنتوني ما بتحطش عليها جبنة. بيتحط لا لا بتطلب عليك شر بينين عادي. لا ممكن أعملها لك مخصوص، إنما الوصفة الأصلية أيوة بتبقى مخصوص. طيب حاضر. تطلبها بتدفع فلوس. يبقى ده المستحدث يعني. كده إحنا خلصنا ديت. وإحنا بنعمل الخطوة الثانية. انا خلاص هطفي النار، انا كده كل حاجه عندي مستويه بالنسبه للحمه. تمام. واحنا بنعمل الخطوه الثانيه هنرجع لتحت. تسلم ايدك يا شيف محمود، هنرجع لك تاني نتابع معاك، بس خلينا دلوقتي نكمل في الاخبار اللي معانا. في شخصين للاسف ماتوا واصيب 5 اخرون في انهيار لمنزل بمركز منفر. نروح يا شيف محمود الاول. القهوه النهارده لازم اشربها. لازم تشرب نسكافيه. لازم. خش بقى الخطوة الثانية اللي احنا قلنا عليها. هنجيب البصل بتاعنا كده وهنبدأ ده للتزيين ده ولا هتطبخه ولا التزيين؟ ايه؟ هيتطبخ ولا تزيين؟ لا 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 اتحط في السندوتش، مفيش طبيخ عندنا النهارده خالص. ادي كمان واحدة صغيرة اهي ندخلها معاهم. ناخد البصل كده. نجيب بقى شوية البقدونس ونبدأ نقلبهم مع بعض. هنديهم ملح فلفل وشوية سماق اللي احنا قلنا عليهم كده، بنقلب ده كله مع بعض. الطماطم هتتقطع شرايح برضو بس هتبقى لوحدها مش هتخش معانا في الطبق اللي احنا عملناه ده. واحنا بنعمل الساندوتش هرجع لك تاني يا محمد نشوف الساندوتش بيتعمل ازاي. تمام. تسلم ايدك يا شيف محمود، هرجع لك مره تانية ونتابع. انا عندي الرغيف اهو، هجيب بقى اللحمه بتاعتي افردها. هجيب شوية من البصل اللي احنا عاملينه مع البقدونس والملح والفلفل
والسماء. الخطيط يعني خليط طعمه خطير جدا يا محمد. بصل مع السماء مع البقدونس مع الطماطم بيدينا طعم مختلف تماما. هو في الوصفه الاصليه بتاعتها في سماء؟ ايه؟ الوصفه الاصليه بتاعتها في سماء ولا؟ اه كده احنا جاهزين بالسندوتشات بتاعتنا وتبقى تمام. تسلم ايدك يا شيف محمود. اشكرك جدا على الاكله العظيمه دي. ده اسمه تانتوني تركي، ده اكله شعبيه تركيه كده عامله زي عندنا زي ايه مثلا، نقول زي الحواوشي مثلا؟ لا لا تمام. يعني في نفس المستوى. لا لو عملنا بنقول اللحمه المتعصجه وبنعملها سندوتش بيبقى حاجه سريعه كده، انما برضو مش منتشر عندنا ان انا اعمل سندوتش لحمه. لا انا ما بقولش في مقدار، مش نفس الطريقه طبعا، انا بتكلم على فكره ان هو كشعبيه. كشعبيه طبعا. هي زي الحواوشي عندنا كده، ما رضيتش اشبهها بكشري لان الكشري ما فيهوش لحمه فقلت الحواوشي. لا فعلا بياخد نفس الدرجه الشعبيه فعلا. اشكرك جدا واشكركم جدا اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامج